السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كبكة من قناة كبكة تي في. الزمالك يتعثر في الهواء قبل تصل للسنغال رحلة طويلة أربعة. إلا أنا عارف اللي حصل، سيبكم من الخبر، سيبكم من الكلام اللي مكتوب في الخبر. الرجالة خدوا طيارة وصرحوا على السنغال 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 السنغال، ما علينا، راحوا السنغال. فهم رايحين السنغال قال لك احنا معناش تصاريح ننزل السنغال. يا نهار اسود، طب انا قال لك الجزائر حبيبتنا ودوله شقيقه هتستقبلنا عقبال ما نطلع التصاريح. نزلوا قعدوا يوم كامل عشان التصاريح تطلع. شركه الطيران ما طلعتش التصاريح، وطبعا ما تفتكرش هنا او ذهنك يوديك انها شركه مصر للطيران، لا دي كانت شركه خاصه، يعني اي كلام، مش اي كلام ولكن ارخص شويه. فبعديها اتحل الموقف، وبعديها الماتش اتاجل 24 ساعه عشان يعوض للزمالك التاخير ده، بعد ما طالب الفيفا او الكاف انه ياجل الماتش، والكاف رفض، وبعديها الكاف رد وقال ماشي موافق عشان انتوا شكلكم تعبتوا علينا. ربنا وفق الزمالك في رحلته ويرجع منتصر باذن الله.